ايها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الافاضل، احييكم بتحية الاسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، رحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة والمثيرة مع الابداع والامتاع الذي تابعناه مع أمسية الرموز الذهبية. انطلاقة الشوط التاسع لفئة الثنايا القعدان ينطلق من مسافة 8 كيلومترات، الرحلة المتواصلة مع هذه الأعداد والأسماء الكبيرة والمؤسسات القوة العظمى تنطلق في هذا التحدي باحثين عن الناموس وعن الانتصار ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي هذا الختامي الكبير. نتابع هذه الأسماء التي تنتشر هنا على أرضية ميدان المرموم، ونبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى ومع الصدارة شعار هجن العاصفة وإمبراطورية هجن العاصفة. أتقدم إليها بالتهاني والتبريكات بانتزاع تقرير لكأس الكؤوس لإمبراطورية هجن العاصفة، وأهني غياث الهلالي من فاجأ الجميع بهذه النجمة العملاقة، بهذه النجمة التي سطعت في سماء وأرضية ميدان المرموم. أتابع انطلاقة شاهين على المركز الأول لهجن العاصفة وغياث الهلالي، يتابع هذا الانطلاق والتحدي الكبير، بينما المركز الثاني يتقدم بهذه اللحظات المختبر لهجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم المختبر على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع القادم والحاضر الواعي لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان، يتابع هذا الشعار الصادق بن فضل الأمين، يتابع هذا التحدي مع الواعي، بينما من غير واحتل المركز الثالث وتسلل إلى المركز الثاني الباز بشعار هجن الشحانية ومؤسستها العملاقة، وأهنيها على حصولها على بندقيتي القعدان في هذا المساء المميز مع الذهبي والمشاغب الذي قدم لنا سرمد وأصيل مع البندقيتين الذهبيتين الذي تابعناها واستمتعنا بهذا الحضور الكبير. أتابع الباز لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يتابع اندفاعة الباز، بينما المركز الخامس يتقدم هنا في هذا التحدي مشارب لهجن الشحانية مع المشاغب. المشاغب وما أدراك ما المشاغب، من شاغب وتابع أصيل وحقق البندقية مع أصيل في شوط العمانيات أو شوط المحليات الأصايل، يتابع مشارب برفقة الشعار ومؤسسة هجر الشحانية الشعار لدعم الذي ينطلق في هذا التحدي الكبير. أتابع المركز السادس والقادم، أتابع هجن الرئاسة غادمة وحاضرة باندفاعة مروح، وهنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتابع مروح الذي يحتل المركز السادس، بينما المركز السابع أتابع القادم والحاضر في هذا التحدي الكبير، يتقدم بهذه اللحظات خريمة لهجن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيب، يتابع خريمة على المركز الثامن أو المركز السابع، المركز الثامن إمبراطورية هجن العاصفة تتقدم مع شاهين وغياث الهلالي، يتابع شاهين على المركز الثامن، بينما المركز التاسع يتقدم بهذه اللحظات شباب لهجن الشحانية
والبرنس حاضر جار الله بن محمد بن عكيل يتواجد مع الشباب على المركز التاسع والمركز العاشر يتقدم بهذه اللحظات الكايد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يتابع انطلاقة الكايد. هذه نتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للعشر المراكز الأولى التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة والتي تنطلق في موقع التحدي. وكما أتقدم بالتهاني والتبريكات لهجن الرئاسة وهنا صالح بالعرج المري من حقق الكأس الذهبية في شوط المحليات الأصايل مع زاهية التي انتزعت هذا الكأس بكل قوة وجدارة. وهني جميع المؤسسات الحاصلة على الرموز في هذا المساء وأتابع هذا التحدي الكبير واستمتع بهذا الحضور المثير مع هذه النوعيات الفاخرة التي تمتلكها هذه المؤسسات العملاقة والقوة العظمى التي تشارك وتنطلق وتتحدى وتتنافس على أرضية ميدان المرموم ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير مهرجان المرموم التراثي. أعود مع البداية وأعود مع مقدمة الشوط. من انطلق مع البداية؟ من تسلل الصدارة؟ الواعي لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يتابع الواعي على المقدمة مع الصدارة ومع القيادة والريادة. بينما المركز الثاني يتقدم المختبر مع هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يتقدم بأسمائه المميزة ينطلق مع نوعياته الفريدة. بينما المركز الثالث أتابع شاهين لهجن العاصفة وقياث الهلالي يتابع مشاركة شاهين على المرتبة الثالثة. بينما المركز الرابع شعار سرمد غادم مع الباز بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتابع مشاركة الباز على المركز الرابع. بينما المركز الخامس مشارب وما أدراكم ما مشارب. حاضر مشارب حاضر بحضوره المميز يتقدم بشعار هجن الشحانية شعار أصيل مع المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع ويراقب المنافسة باندفاعة مشارب الطامع بالناموس والانتصار. بينما المركز السادس أتابع القادم المركز السادس يتقدم شعار هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي يقدم خريمة على المركز السادس. بينما المركز السابع يتقدم بهذه اللحظات يتواجد بهذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير شعار هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم مروح على المركز السابع. المركز الثامن وصل الكايد بدأ يتحرك الكايد لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يتابع الكايد الذي يتسلل من موقع إلى موقع. ولكن يتابع المركز التاسع هجن العاصفة مع شاهين وقياث الهلالي يتابع هذه المشاركة الفعالة. والمركز العاشر هجن الشحانية مع شباب لجار الله بن محمد بن عقيل. ولكن نعود مع البداية نعود مع صراع المقدمة نعود مع التحدي نعود مع المنافسة نعود مع من يمهد الطريق نحو الانتصار والفوز ونحو الناموس المثير ونحو الناموس المميز. يتقدم
القدم الواعي لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين يتابع اندفاعة الواعي على المركز الأول. المركز الثاني هجن الرياسة قادمة ومنطلقة مع المختبر والمجازف محمد بن زيتون المهيري، بينما هجن الشحانية تتدخل في هذه اللحظات في عمق المنافسة تصل إلى المركز الثاني مع الباز وجابر بن سالم بن فاران المري وهو الشبل الحاضر مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم الكايد لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل الأمين، وصل مشارب على المركز الخامس، يتسلل إلى المركز الرابع عينه على الناموس صاحب الإنجازات الكبيرة لهجي الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. أكتفي بالخمس المراكز الأولى، الخمس النجوم، معركة المؤسسات العملاقة والقوة العظمى، القيادة مع الذهبي سالم بن فاران المري يقود شعار هجن الشحانية مع الباز أو الشبل. جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع الباز، يتسلل ينطلق هنا في القيادة والريادة بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن الكايد غادم لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل اليمين. المركز الثالث مشارب لهجي الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن أعود مع اليسار واللي طار واللي صار بالانتصار، ها هو شعار هجن الشحانية الشعار الأدعم مع الباز. الكايد غادم ولكن الباز صامدا مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فارمري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الكايد لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان مع الصادق بن فضل الأمين. المركز الثالث شاهين لهجن العاصمة مع قياث الهلالي، والمركز الرابع مشارب لهجن الشحانية مع المشاق محمد بن خالد العطية، والمركز الخامس هجن الرياسة مع المختبر ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني مشاهدي الكرام 12 دقيقة 24 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني جاء الكايد 12 دقيقة 25 ثانية بالوفاء والتمام. تهاني والناموس لسمو الشيخ محمد بن ثياب بن سيف آل نهيان وإلى الصادق بن فضل الأمين. المركز الثالث وصل شاهين 12 دقيقة 27 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى قياث الهلالي على فوز شاهين في المركز الثالث. كما أهني هجن الشحانية بفوز الباز مع الشبل جابر بن سالم بفرامري. تهانينا والناموس.